بلبنان عنا القدرات، عنا الطاقات، ولكن بحاجة للتمكين. وبناء على رؤية وقناعة مؤسسة نائب فؤاد مخزومي ورئيستها السيدة مي مخزومي، ولدت مؤسسة مخزومي، والهدف واحد: تمكين المجتمع المحلي بلبنان لتحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي. مؤسسة مخزومي تأسست سنة 1997 بمبادرة من سعادة النائب فؤاد مخزومي ومدام مي مخزومي. من وقتها لتاريخ اليوم، يعني تقريبا حوالي 27-28 سنة، نحن عم نشتغل بالعمل الاجتماعي عن طريق المثل الصيني الشهير انه نحن لازم نعلمه كيف يصطاد مش نطعميه سمك، لانه بمجرد ما نمكن الشخص ونساعده بنعلمه على مهنة او نعلمه على شيء، صار هو طاقة منتجة منا عم يكون عنده اكتفاء ذاتي، ومنا عم يكون قادر هو يعيل حاله ومجتمعه. مؤسسة مخزومي بتقدم 5 برامج أساسية بيتكاملوا ليشكلوا وحدة لسد جزء من حاجة المجتمع اللبناني من الخدمات: برنامج الصحة، برنامج التدريب المهني، برنامج القروض الصغيرة، برنامج البيئة والتنمية، وبرنامج الإغاثة والخدمات الإنسانية. البرنامج التدريب المهني بيختص بتمكين الأفراد عن طريق تزويدهم بمهن يقدروا هن يكونوا منتجين أو طاقات منتجة بالمجتمع. عندنا أكاديمية التجميل، أكاديمية المعلوماتية، المحاسبة، نشتغل على اللغات. اللغة الإنجليزية هي من أهم اللغات اللي بنعوزها بحياتنا اليومية صارت. كمان هل كل هالتدريبات نحن منقوم فيها، ونفتخر أنه تقريبا صرنا مخرجين أكثر من 150 ألف شخص من حاملي الشهادات اللي بالتدريبات اللي عملوا عنا، بتدريبات المعجلة. البرنامج التدريب مش بس بيشتغل على تمكين الأفراد من ناحية إعطائهم تدريبات معجلة، بالعكس نحن مننفذ مشاريع، وقلنا الشرف أنه اشتغلنا مع عدة شراكات من دول مانحة ومن مؤسسات محلية ودولية، نقدر نقدم فيها فرص لهالشباب والشابات يقوموا بدورات متخصصة شوي أكثر عن طريق هالمشاريع، مثل مشروع اللي نفذناه مع الجي اي زد اللي هن الوكالة الدولية، الوكالة الألمانية الدولية للتنمية، ممول أكيد من الوزارة الألمانية للتعاون التنموي والاقتصادي. قدرنا نوصل لأكثر من 1800 شخص شاب وشابة، منه تخرج معنا 350 شخص، 210 أشخاص منهم عمل دورات مع القطاع الخاص، و110 قدروا يفوتوا على سوق العمل. هذا أحد المشاريع اللي نفتخر فيها. برنامج التدريبي مؤسسة مخزومي من أهدافه الرئيسية هو تحسين فرص العمل للشباب والشابات، وكمان أعطائهم فرصة لتحسين فرص العمل كمان، يعني ممكن ياخدوا صفوف لحتى يفتحوا شغل جديد، أو يقدروا يتوظفوا بشي جديد، أو يحسنوا فرصهم بعملهم. هيدا الشيء رح يبين أكتر من خلال اللقاء اللي صار أو الشراكة اللي قمنا فيها مع جي آي زاد، واللي هي بتمويل من بي ام زاد، من صندوق الوطني الألماني، لحتى اللي نقدر نقدم فرص لتوظيف الشباب والشابات من بعد ما تدريبهم بسوق العمل. نحن صراحة من خلال الاختصاصات اللي قدمناها قدرنا نوصل ل 350 شاب وصبية، قدرنا نأمن لهم تدريب على مناهج بتستجيب لحاجات سوق العمل، وبنفس الوقت قدرنا نوصل ل 110 قدرنا وظفناهم. سو هيدا شيء كان كتير منيح، وكمان كان تجاوب كتير كبير من أصحاب العمل اللي هني كمان قدروا ساعدونا لحتى نوصل لهيدا الرقم. إذن وبظل غياب المعنيين لتأهيل الشباب ومساعدتهم للانخراط بسوق العمل، بيبقى الاتكال على المؤسسات الخاصة، ومؤسسة مخزومي خير دليل.